شلون هم ربعك؟ أنا صدام حسين الجمهورية. شلون أحوالك أنت؟ شلون ربعك زينين إن شاء الله؟ إيه عافية. إيه قواكم الله ياد. بحيل الله. إن شاء الله. الياد العدو بحالة ارتباك أريدك بالوقت اللي تهتم بأمن القطاعات وترصين القواعد الأمينة، أريدك تستثمر ارتباكهم وتنطي أقصى اندفاع للأمام. بعون الله بعون الله. وذيك الفكرة أياد، الفكرة اللي قلت لك لا تسقطها من حسابك ولو ما دخلناها بالخطة، فكر بيها.